طيب وصلنا مع حضراتكم للجي بي اس، ناخد جوله مع حضراتكم في مختلف ملاعب العالم نطمن فيها ونشوف اخر اخبار اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج. انجلترا يمكن تكون هي الوجهه الاهم والابرز بحكم ان فيها غالبيه المصريين المحترفين. سبحان الله، كنا في سنه من السنين او في فتره من الفترات المانيا كانت بتكون هي الوجهه الاولى. نبدا مع حضراتكم بانجلترا، وطبعا عندنا النجم الاهم والابرز محمد صلاح. البدايه هتكون مع محمد صلاح نجم ليفربول، اللي رغم انه ليفربول مش في احسن حالاته الا انه صلاح متوهج في الفتره الاخيره. صلاح شارك في مباراه الفريق الاخيره اللي لعبها ليفربول قدام الارسنال واللي انتهت بفوز ليفربول 3-0، وسجل الجول التالي لفرقته في المباراه، وبكده قدر ليفربول انه يحافظ على المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 49 نقطه. النني هو تاني اللعيبه او اللاعبين المصريين اللي في الدوري الانجليزي، والحقيقه انه محمد النني، طيب خلينا نروح لصلاح. طبعا صلاح كان ليه دور مهم كمان قبل ما ننقل على النني. صلاح امبارح كان ليه دور مهم جدا في مباراه ليفربول، وعلى الرغم من خساره ليفربول لان زي ما قلت لحضراتكم يمكن انه صلاح احرز هدف فرقته الوحيد. الهدف ده الى حد ما نوعا ما يساهم في تسهيل مهمه ليفربول في ملعبه مباراة العودة في الأنفيلد، وبالتأكيد 3-1 أفضل بكتير جدا من 2-0. والأهم بالنسبة لمحمد صلاح نجمنا طبعا المصري أنه الهدف ده رفع رصيده في مشاركته في دوري أبطال أوروبا لست أهداف، يحتل بيهم وصافة الترتيب قدام أو تحت أو ورا هولند على طول، إيرلينج هولند مهاجم بروسيا دورتموند. وبالتأكيد في حالة قدرة ليفربول على تخطي الريال في مباراة العودة فرص صلاح كبيرة جدا، لأن ما أعتقدش أنه دورتموند هيقدر يصمد قدام السيتي حتى ولو في ألمانيا. محمد النني شارك في نفس المباراة بالمناسبة، لأنه المباراة اللي جمعت ليفربول بالأرسنال شارك فيها الاثنين المصريين صلاح والنني، لكن النني شارك كبديل. صلاح ابتدى المباراة في التشكيل الأساسي، لكن النني شارك كبديل في مباراة الأرسنال قدام ليفربول، واللي زي ما قلت لحضراتكم انتهت بخسارة الأرسنال 3-0. بيحتل الأرسنال حاليا الترتيب في جدول الترتيب المركز العاشر وبرصيد 42 نقطة، والفارق في الدوري الإنجليزي أو الفوارق في النقاط مش كبيرة جدا زي ما حضراتكم حتى هتلاحظوا واحنا بنستعرض تريزيجيه لاعب أستون فيلا. احنا بنتكلم على ليفربول سادس 49، أرسنال عاشر 42، الفارق مش واسع جدا. نروح لتريزيجيه اللي الحقيقه الاسبوع ده هو اسبوع تريزيجيه يمكن اكثر اللاعبين المصريين تالقا مع صلاح. كان محمود حسن تريزيجيه لاعب استون فيلا، محمود حسن تريزيجيه شارك كبديل في مباراه فريقه امام فولهام واللي انتهت بفوز استون فيلا 3-1. الجميل في الموضوع انه تريزيجيه هو اللي احرز الهدفين اللي حسم بيهم استون فيلا المباراه بعد ما نزل كبديل في المباراة، وفوز أستون فيلا رفع رصيده من النقاط ل 44 نقطة، قدر يحتل بيهم المركز التاسع قدام الأرسنال على طول في جدول الترتيب. عشان كده كنت بقول لحضراتكم إنه الفوارق دايما ما بتبقاش كبيرة قوي خصوصا في المنطقة دي في الدوري الإنجليزي. محمدي مع تريزيجيه برضه في نفس الفريق أستون فيلا، ولكن محمدي الأسبوع ده تواجد على مقاعد البدلاء في مباراة فريقه أمام فولام و ما شاركش في المباراة. سام مورسي لاعب ميدلزبرو، وطبعا بيلعب في الشامبيونشيب في انجلترا، وشارك كأساسي في مباراة الفريق الأخيرة اللي لعبها أمام واتفورد، والمباراة دي بالمناسبة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، والتعادل ده رفع رصيد ميدلزبرو للنقطة 57، وبكده بيحتل المركز التاسع في جدول الترتيب. هنسيب انجلترا ونروح مع حضراتكم لتركيا، واثنين من اللاعبين المصريين في الدوري التركي طبعا مصطفى محمد مهاجم مصر الدولي المتألق او ادى في بدايات مشاركته مع جلاتا سراي بدايه قويه جدا او انطلاقه قويه جدا، كانت مسار حديث واعجاب كتير من المتابعين سواء في تركيا او في مصر هنا، وكتير من الحقيقه توقعوا ان لو استمر على نفس الاصرار و التطوير مستوى مصطفى محمد جاهز جدا انه ينتقل لنادي اكبر ودوري اكبر في الموسم القادم. بيلعب جلاتا سراي وشارك في مباراه الفريق الاخيره امام هاتيا سبور، وللاسف انتهت بخساره فريقه بنتيجه 3-0. الهزيمه دي او الخساره دي جمدت رصيد جلاتا سراي عند نقطه 61، وبكده بيحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي.
كريم حافظ. كريم حافظ احد اللاعبين المصريين اللي بيلعبوا في تركيا وبيلعب تحديدا في مالاتاي سبور، وشارك في المباراه الاخيره لفرقته كاساسي امام فريق باشاك شهير، والمباراه انتهت بخساره فريقه بنتيجه 3-1، والهزيمه دي ادت لتجميد رصيد فرقته عند النقطه 32 في المركز ال 16 في جدول الترتيب. نروح لليونان، كوكا وورده. كوكا طبعا مشوار اكتر من رائع في الدوري اليوناني، والحقيقه خلينا قبل ما نروح لليونان نروح لالمانيا، وواحد من النجوم اللي كتير من المصريين ما يسمعوش عنهم. انا كنت بقول لحضراتكم في البدايه انه في فتره من الفترات كان القبله الاولى، الوجهه الاولى لمعظم المحترفين المصريين هي المانيا، وكان عندنا عدد كبير جدا من المحترفين في عدد كبير جدا من الانديه. يمكن اللي ابتدى المشوار كابتن هاني رمزي نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر في كايزرسلاوتن، لعب فيه بعد كده كمونه، سافر ياسر رضوان، سافر محمد عماره، زيدان طبعا ما نقدرش ننساه، واحد من اكثر اللعيبه اللي نجحوا بشكل كبير جدا في الدوري الالماني. عندنا عمر مرموش. عمر بيلعب الحقيقه دلوقتي على سبيل الاعاره لسان باولي، ونجح في تسجيل هدف وصناعه فريق هدف اخر في ماتش الاخير لفرقته في الدوري الالماني دوري الدرجه الثانيه، لكن هو اساسا كان بيلعب في نادي فولفسبورغ ولكن تم اعارته لفريق سان باولي. هو الحقيقه بيلعب في مركز الجناح الايسر، وبيلعب زي ما قلت لحضراتكم على سبيل الاعاره، ولعب في الدوري السنه دي او الموسم ده 14 مباراه، قدر يسجل فيها 6 اهداف ويصنع 3 اهداف، واحد من المواهب الحقيقه اللي برضو ممكن يكون نجم من النجوم المتألقة في الدوري الألماني البوندسليغا يعني في الفترة اللي جاية. المرة دي أكيد هنروح اليونان، فعلا هنروح اليونان، نروح اليونان مع حضراتكم. وزي ما قلت لكم 2 من النجوم المصريين اللي بيشاركوا في اليونان، عمرو وردة باوك، أحمد كوكا في أولمبياكوس. البداية مع عمرو وردة، وعمرو الأسبوع ده يمكن ما لعبش أساسي مع فرقته، وللأسف الفرقة خسرت. عمرو شارك كبديل في مباراة فريقه باوك أمام باناثينايكوس، والمباراة دي انتهت بخسارة فريقه 3-0. الهزيمة دي جمدت رصيد باوك عند النقطة 47 وبيحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري اليوناني. على العكس كوكا الحقيقة مهاجم أولمبياكوس، أولمبياكوس الأسبوع ده الحقيقة قدم مباراة قوية جدا. أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس شارك كبديل في ماتش فريقه الأخير أمام آيك أثينا، واللي انتهت بفوز أولمبياكوس بنتيجة 5-1. الفوز ده رفع رصيد أولمبياكوس للنقطة 67 عشان يعزز من صدارته لترتيب جدول ترتيب الدوري اليوناني. طيب